ورد الآن هجوم عنيف يستهدف الإمارات ووكالات تكشف من وراء ذلك. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. تعرضت قاعدة إماراتية على الساحل الغربي لليمن لهجوم صاروخي وصف بالأعنف، وأفادت قناة الميادين بأن الهجوم تم بخمس صواريخ باليستية استهدفت القاعدة الإماراتية في ميون عند باب المندب. والهجوم على القوات الإماراتية في باب المندب يعد الأول منذ بدء سريان الهدنة بين صنعاء والسعودية قبل سنوات، وتوقيته يشير إلى أنه ردا على توقيع الإمارات اتفاقا مع إسرائيل يتضمن فتح جسر بري بين موانئ دبي وحيفا في محاولة لكسر الحصار اليماني في باب المندب. وتزامن الهجوم الذي لم تعلنه صنعاء بعد مع تأييد الإمارات أيضا مساعا إسرائيلية لتشكيل تحالف لحماية سفنها في باب المندب والبحر الأحمر يحمل رسالة لأبو ظبي. وكانت القاعدة الإماراتية في ميون والتي تم تشييدها خلال سنوات الحرب على اليمن استقبلت خلال الأيام الأخيرة سفنا إسرائيلية في حين تم تجهيز مطار المخا القريب منها والذي يديره نجل شقيق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح كقاعدة متقدمة في حماية السفن الإسرائيلية